هذا أنا ربط الاتصال المباشر مع زميل عمار تواجين من المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بولعيد وتغطية انطلاق أشغال معبر موريتانيا. تندوف عمار، صباح الخير وإليك الخط لإيفائنا ببعض التفاصيل حول الحدث. شكرا لك الزميلة عفاف، وتحية ليك وتحية لجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري. نحن الآن متواجدون بالنقطة الحدودية الفاصلة ما بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالضبط في المعبر البري الحدودي للشهيد مصطفى بن بولعيد. هذا المعبر الذي صار هو بوابة الجزائر نحو دول غرب إفريقيا. هذا الإنجاز الذي كان بدأ بافتتاح لمعبر جاهز، الآن تشهد ولاية تندوف الانطلاق الرسمي لإنشاء المعبر الكبير للجزء المخصص للجزائر ودولة موريتانيا، ليكون بوابة لترقية الصادرات والمنتوجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية بدول إفريقيا الغربية. لمزيد المعلومات أستضيف معي على الهواء مباشرة السيد ولي ولاية تندوف يوسف محيوت، لأعطانا أهمية هذا المعبر ومدة الإنجاز إذا كان ممكن. شكرا أخي تواجين. إذا مشروع هام، صفقة تفوق 300 مليار سنتيم، معبرين حدوديين، واحد في التراب الجزائري واحد في التراب الموريتاني. اليوم جينا باش نشوفوا الورشة، الوتيرة تاع الورشة. حبينا نقلصوا يعني المدة تاع الإنجاز، حيث طلبنا من المؤسسة الوطنية لا سان تي بي باش دير يعني زوج ورشات، واحدة من الجهة تاعنا واحدة من الجهة تاع إخواننا الموريتانيين، حتى نقلص هذه المدة. لأنه احنا على بالنا أنه هذا المعبر اللي رايحين إن شاء الله ننجوه رايح يلعب دور مهم في يعني الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد، أولا المحلي ثم الوطني. إذا إن شاء الله نكونوا نجزناه قبل يعني الأجال. وعلى سبيل المثال نقول أنه يعني المتعاملين الاقتصاديين رانا نسهلوا لهم يعني كل الأمور حتى يؤديوا يعني الخدمه تاعهم في احسن ظروف ان شاء الله. لما نعرف انه هذا المعبر في السنه 2021 درنا مدخولات تاع حوالي اكثر من 3 ملايين اورو، نكونوا متفائلين ان شاء الله للمستقبل. نشكرك سيد الوالي. نعم، هو رهان ترفعه الجزائر من اجل ترقيه الصادرات. لو بلغه الارقام سيد مدير التجهيزات العموميه، تكلفه المشروع، مده الانجاز، المؤسسه المشاركه، كل البطاقه التقنيه المخصصه لهذا المشروع الضخم فيما يخص الجانب الجزائري والموريتاني. تم اخذ جميع التدابير بابرام الصفقه لانجاز المعبرين الحدوديين الجزائري والموريتاني، بحيث مبلغ الصفقه يفوق 228 مليون مليار سنتيم. مدة الإنجاز تنقسم إلى شطرين، شطر الدراسة منتهي بربعة أشهر ومستلمة ومصادقة عليها وتم تسليمها للشركة المخصصة للإنجاز بأجال 20 شهر. ووفقا لتعليمات السيد ولي الولاية سيتم اعتماد مخطط تنفيذ أشغال في حدود تقليص الأجال بإذن الله، وسنعمل على تسليم هذا المشروع في أجال قريبة جدا. شكرا سيد المدير، لا بأس أن نعرج ولو بلغة الأرقام. ينضم إلينا سيد مدير التجارة معيف لأعطانا يعني أنه فعالية المعبر كانت تتماشى، لكن في ظل جائحة كورونا يعني ما هي الإحصائيات اللي ممكن تقدموها لنا حول الحركة الاقتصادية ونوعية السوق المنتوج الجزائري في السوق الأفريقي؟ فيما يتعلق بعد فتح المعبر الحدودي من سنة 2018، عمليات التصدير لاحظنا أنه فيه ارتفاع. من سنة 2018 كنا 49 عملية، حاليا إلى غاية 30 سبتمبر كنا 315 عملية. عملية تصدير كلها فيها المنتوجات الغذائية، المنتوجات الكهرومنزلية، وكاين مواد التجميل والنظافة البدنية، وكاين حتى مواد البناء. هذه العمليات كلها جاءت نظرا لتضافر الجهود من خلال تسهيل عمليات العبور
بالتنسيق مع جميع المصالح، مصالح الجمارك، شرطة الحدود، وبالإضافة إلى مصالح طب الصحة النباتية. هذه كلها عمليات من خلالها كنا نرافق المتعاملين الاقتصاديين لتسهيل عمليات التصدير. لما يكون كاين مشاكل تتعارض يتلقاها المتعاملين، يكون فيه تنسيق مع السلطات المحلية وخاصة السيد الوالي كان يوقف عليها شخصيا، نحاول تذليل الصعاب من أجل دائما تسهيل عمليات التصدير حتى نطمئن على دخول المنتوج الجزائري للسوق الإفريقية بكل سلاسة. شكرا السيد المدير. نعم، هي جهود جبارة تبذلها الدولة والسلطات الولائية بتندوف من أجل تشجيع وترقية الصادرات عبر هاتها البوابة، بوابة مصطفى بن بلعيد، المعبر البري الحدودي من مدينة تندوف باتجاه دول غرب إفريقيا. أشكرك جزيلا عمر تواجين، والشكر أيضا موصول للضيفيك الكريمين على كل المعطيات التي تقدمتم بها. كنت معنا على المباشر من المعبر الحدودي البري من تندوف، وتغطية لانطلاق أشغال معبر موريتانيا تندوف.